ناثان، فرناندو ناثان راسي، ولكن الحارس هنا أسامة الكواملي يبعد الكرة. ناثان إلى فرناندو ناثان، عكسية، وهنا الاستلام، مجد العطار، لا، تسديدة إيتالو، يا سلام على هذه الكرة. البشتاوي، لاعب محمود البشتاوي كذلك مثل نادي الحسين إربد أكثر من مباراة وقدم مستويات جيدة مع نادي الحسين إربد. هنالك الانطلاق الآن إلى عبيدة النمارن، ولكنها تبعد من قبل اللاعب أدهم القرشي. هذا هو ديارة، وهذه جماهير حسين إربد تغني وتشعل قضية استاد الحسن الدولي بالهتافات والغناء والتشجيع ودعم اللاعبين. ترجع مرة ثانية أحمد ثائر، يلعب الكرة إلى أدهم القرشي، عكسية، وهنا بالراس تجد متابعة فرناندو. أوه، هذه الكرة من فرناندو، ولكن حاضرا بشكل مميز من أجل تقديم كرة جميلة. إيتالو على الانطلاقة، عكسية من إيتالو، حمزة دردور. حمزة تكلم عن المساعد كابتن أحمد مرعي. كرة تعود الآن عبيدة النمارنة، تسديد ولكنها تبعد من قبل حارس المرمى عبد الله الزعبي. من أجل أن نرى منتخبات تعددة الفئات جميلة. هنا الآن عبد الجليل أجاكون يعيدها إلى حمزة الدردور الذي يحاول التسديد. حمزة جول! حمزة الدردور يهدي الهدف الأول. الحال وعلى هذا الرتم وعلى هذا الضغط العالي، نادي الحسين إربد سوف يحرز الهدف الأول، وها هو الهدف يأتي من قبل أقدام اللاعب حمزة الدردور. حمزة الدردور يهدي الملكي في هذه اللحظات، يهدي الملكي. تلعب سريعا رأسية والإبعاد من قبل ديارة إلى الجهة اليسرى. هنا الانطلاقة كانت من قبل اللاعب، قطعت، عادت من قبل اللاعب عمار الحصري إلى عامر علي، ولكن هذه المرة بتسديد. منذر أبو عمارة يهدي الهدف الأول لصالح، أو الهدف الثاني، الهدف الأول له في هذا اللقاء، الهدف الثاني لصالح نادي الحسين إربد. منذر أبو عمارة الهدف الثاني له لنادي الحسين في هذا اللقاء. الهدف الأول جاء من قبل اللاعب حمزة الدردور، هو صاحب الهدف الثاني. 2-0، يعني مع العجل الواحد شوي انعجل وصخب الجماهير هنا في استاد الحسن الدولي. ولكن أحمد ثائر إلى الآن، يعني نكون واقعيين، لا يوجد هذا الأمر. وهناك محمود مرضي، تسديدة، وهنا الكواملي يبعد الكرة إلى ركلة ركنية في هذه اللحظات لصالح نادي الحسين. إذن المخصص بالتواجد عند لاعب الكرات العكسية. هنا الانطلاقة، محاولة تسديدة، تسديد والإبعاد. أسامة للأمانة، أسامة حارس الجليل بخطوة الآن بعد الفوز إلى حد الآن على الجليل بهدفين مقابل لا شيء. كرة تلعب الآن رأسية والإبعاد عبر عبد العزيز الداي. عبيدة النمارن، ولكنها بين يدي حارس المرمى عبد الله الزعبي، وحقق ما هو مطلوب. لتعود الكرة الآن، انطلاقة كان بي هذه نسخة 23-24. تعود الكرة سريعا، مصعب اللحام، مصعب ينطلق، طولية من مصعب على الجهة اليمنى، محاولة لعب كرة عكسية. جول عبد العزيز الداي، عبد العزيز الداي. يهدي الهدف الثالث للنادي الملكي، هدف ثالث للنادي الملكي. عبد العزيز الداي يهدي الهدف الثالث بسيطرة بالطول والعرض بالنسبة للحسين إربد في الفترة الأولى والفترة الثانية، بتبديلات مميزة، تبديلين أحرزوا هدفين. منذر أبو عمارة وعبد العزيز الداي، شوف الكرة الطولية، الاستلامة عكسية، وعبد العزيز ما شاء الله بهذه القدم وبتمركزه الصحيح الذكي يهدي الهدف الثالث
لصالح لحسين اربد. شوف الكره بالاعاده، دائما هي مباريات تكسير عظام، مباريات بصريه، فيكون الخصم بالنسبه للذي هو يتصدر ترتيب الدوري امام هذه الانديه اصعب من سيناريو ان تلعب امام نادي ينافسك ويلاحقك على صداره الدوري. وهكذا يعلن بدورها الحكم محمد عرفي عن نهايه اللقاء بفوز نادي الحسين اربد بثلاث اهداف مقابل لا شيء على حساب نادي الجليل في ثالث مواجهات الجوله 19 من بطوله الدوري الاردني للمحترفين هنا في استاد الحسن الدولي في مدينه اربد عروس الشمال. حسين اربد 3 الجليل لا شيء. كان معكم محمد علي، ان شاء الله نراكم في موعد لاحق والى اللقاء.